عن البيت الأبيض الذي اعتبر الجزائر طرفاً في الصراع القائم حول الصحراء الغربية. هي الشعار ديالكم اليوم بطاطا بطاطا، حتى الاغاني خرجت عليها، حتى في المدارس كيهضروا بالبطاطا. هاد المواطن حرام عليه ياكل اللحم، حرام عليه ياكل البطاطا، حرام عليه الزيت، حرام عليه وزير الصيد البحري يرحم باباك. واش راك دير؟ نشري سردي ب70,000. املاك وقفيه جزائريه موجوده بفلسطين، من بينها حائط البراق، تضاف الى قائمه الممتلكات الوقفيه الجزائريه التي لم تسترجع لحد الان. Et les Algériens ont un peu la rage contre les Chinois parce qu'ils disent que depuis qu'on est là, il n'y a plus de chats. Alors il faut savoir qu'on a essayé de manger les Algériens, mais c'est pas comestible en fait. لا تأسفن على قطع زيت، ربما يأتيك بدون زيت من غير مطلب. تجوب المدينة شارعا شارعا فكأنك تبحث عن عزيز كالذهب.